ومن ذلك أنكم تعلمون أن من تأخذون عنهم العلم الذين يشار إليهم وعرفوا بالعلم والجلوس للتدريس والصبر على التدريس وأمضوا سنين في الطلب ثم سنين في التعليم، يعني مضت أعمارهم في هذا، هؤلاء يحبونكم ويحبون لكم العلم ويحبون لكم الهدى ويدعون الله لكم بالتوفيق. جعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظل. وأنا أذكر لكم من شفقة المشايخ رحمة الله علينا وعليهم، يعني موقفنا ما أنساه أبدا، أنه يلقي علينا الدرس في الفصل في المعهد العلمي رحمة الله عليه، ويلقي التفسير ويسألنا، يقول أنتم ستكونون طلبة علم؟ قلنا نعم نعم يا شيخ إن شاء الله. قال إن شاء الله، أرجو الله أرجو الله الله يرزقكم العلم النافع كذا، واسترسل بالدعاء لنا وبالتأثر والخشية والفرح أنه وجد الرغبة في طلب العلم، وجد من الطلبة فصل فيه 50 وجد منهم رغبة، ناس فيهم رغبة صدق أنه تهمل عيناها الدموع على كتابي، أنا أذكره دموعه تسيل على كتابي أنا تحت على الطاولة وهو واقف، انظروا الشفقة انظروا الرحمة، أين يوجد هذا؟ هذه من نعم الله تستغل، وبعدين حياتك استغلها قبل موتك،